بدأت فكرة المسابقة من النسخ السابقة، كنا نشوف الدفعات اللي قبلنا يشاركون، وكان عندنا هدف إن ناخذ مركز حلو فيها، والحمد لله حققنا المركز الأول ومثلنا الكلية والجامعة خير تمثيل. كنا نحضر يعني أسبوعيا بمواضيع معينة ونذاكرها ونجهز لها. والله كانت أصعب مرحلة هي المرحلة الثانية، كونها جديدة علينا كموضوع كمستحدثة من المسابقة أو كأول نسخة. هي عملية ندخل على مريض بشكل دمى كحالة مرضية حقيقية، ندرس ملف المريض لمدة 10 دقائق، بعد ذلك نسأل المريض ونأخذ معه مقابلة شخصية عن التاريخ المرضي والأعراض المصاحبة ونتعرف على أشياء أكثر. كانت مشاعر فخر وإنجاز كوننا تأهلنا من ضمن 12 كلية، وطموحنا إن شاء الله نوصل للتصفيات النهائية، والحمد لله كنا متوقعين أن نتأهل من التصفيات الأولى. مشاركة بمؤتمر سيفا في مسابقة المهارات الإكلينيكية للطلبة كان فرصة عظيمة لنا، حلم جميع طلاب الصيدلة في مختلف جامعات المملكة. فوز بالمركز الأول كان يعتبر من أهم الإنجازات على مستوى كليات الصيدلة في المملكة.